كلام احنا سؤالنا اليوم، لو نفترضوا انه تونس بلاد كامله نعيشوا فيها كان احنا نساء، شنو رايك؟ نحنا بركة ليه ما تجيش؟ كيفاش ما تجيش؟ ما تجيش عزيزتي، الرجل ما ينجمش يعيش من غير امرأة، والمرأة ما تنجمش تعيش من غير راجل، على باش نمثلوا على بعضنا؟ نحنا عنصر زوز، ربي خلق آدم وحواء، ما خلقش حواء وبركة. اسمع بهم هما نحنا عايشين، هو ربي هو خلقنا، أما نحنا ما نجموش نعيشوا من غير رجال. كيفاش ما تصورش هكا ناخذوا حريتنا ونولوا؟ لا لا، تحب تاخذها الحريه تاخذها، اللي تعمل قدر الروحة وهم الروحة وتعمل كل حاجه في بوقتها. قبل كانت المراه شو نقول لك، كان الراجل في المراه في الدار والراجل في الشارع، كان فما قدر واحترام واسره كامله ويربيوا اجيال واجيال. توا عزيزتي نهار كل استفساريها ولا قار، ونهار كل وهي تلط من بلاصه لبلاصه، والراجل تعب شاقي، والراجل يندب على ايامه، يا تاكسي يا حاكم يا عون بلدية، يعني الرجال تعب. أنا نحامي ديما مع الراجل، أنا هاني امرأة والراجل نعطيه حقه، والمرأة نعطيها زدها حقها، أما زدها المرأة زدها تترسن شوية. أنا ما نجموش نعيشوا من غير راجل. ترزن شوية. ترزن تعطي الأخلاق لأسرتها، تربي وليداتها، تعرف كيفاش تتكلم، تعمل حوارات هي وراجلها، يخرجوا دو كوبل يحكيوا على شنو صاير لهم في الحياة. أما إيش نقول لك، ارقد تكب هملوا لبرا، تقول لي ما نعيش من غير راجل، ما نجمش نعيش أنا من غير راجل. ما تنجمش. ما تنجمش. باهي انت المراه اليوم كيفاش تشوفها؟ تقوم بواجباتها بدورها كامل؟ توا نسيت توا، سامحني انا بيدي امراه، المراه التونسيه توا ماهيش قايمه بالواجبات. مسكين الراجل ديما رستك على راسه، المراه ديما فافوري، ديما هي الكل. ليه حتى الراجل زاد نعطيو شويه قيمه وشويه قدر زاده؟ ولا فما رجال مساكن زاده؟ اش نقول لك، راهو ما تقولش راهو هما ملاك ونحنا زاده نمشيو على الطبي. حتى المراه لفعه، الراجل مسكين قد ما يسلت ويكلت ماهوش راجل، مش عاجبها شيء، يقر يندب يخلص الكري، باقي مش عاجبها. وقت تكون في دربوها تحب على راجل، وقت كي تعرس تعطيه لاتاك. يا خويا اسمع، ما يعجبهاش من المره الاولى. ليه؟ ما عجبنيش تصرفاته هو. تصرفاته يا اخي، هو تربى بين امه وابوه، كيفاش تصرفاته؟ جاي في البيئه الثانيه، جاي للمراه الثانيه باش هي تربيها. تعرف كيفاش تاخذه، تعرف كيفاش صعوبته، تعرف كيفاش اخلاقه، تعرف كيفاش تتصرف معاه. يا اخي ديما نعطي ولا تاك على الراجل، سامحني يا اختي. اي شنو يا اخي؟ رجال كاملين هكا. ليه رجال؟ ايش نقول لك، الكمال لله. انت تنجم تعيش من غير بوك وامك؟ ما تنجمش. بوك ينجم يعيش من غير كل شيء، ربي يهزه. بوك وامك كيفاش عايشين؟ يسمك تتربى ماما كيما امك وبوك. نحنا جيل توا اللي طالع، بنات توا لا يعرفوا عظم يفقسوها، لا تعرف سروال تغسلو، لا تعرف ليه بس هي في الراجل ينهار كله، هو هامل من بلاصه لبلاصه، ونهار كل مسكين هم القهوه، القهوه يصحوا في ايش نقول لك، راهو حتى ننسى. نحنا عندنا برشا عيوب. ايش من اعطيني عيوب؟ ليه يا اخي ما عادش بنات ننسى؟ قبل ما عادش توا قبل مشى في قبل ودول. اسمعني اختي غالية، قبل الطفلة كتير لها مشكلة تمشي لما تقول لها روح راجلك، هذيك راجلك بوليدك. توا اشكي بيه، اعمل له قضية في هم العيال، اندب له ايامه، يجي يلقى الهم الكل مسك على راسه. شنو تحب انت عزيزتي؟ اسمع انا قلبي مليان، توك باش نقعد نحكي معاك للصباح. اي يا اخي بيه سامحني، تلقى زاد الراجل ما يصرفش وما يعملش، تحب يا اخي ما يصرفش. خذيته بطال، كان خذيته عامل يومي هذيك الشهرية اللي عنده، خذيته بي تي جي هذيك الشهرية اللي عنده، خذيته مهندس، ما خذيته خدام حزام، هذاك مكتوب وش هز يعمل صغار. اي هي تخدم، هو يخدم، يعاونوا مع بعضهم. اما هي عينيها تتحلك الصحفه وتولي تحب السينيه وتحب. اسمعني عايشه اختي، تو باش نتكلم، شو عملي مشكله مع العبيد.